النهارده معانا ثلاثة من أقوى النساء في قيادة وريادة أو في قيادة الأعمال في الشرق الأوسط طبقا لتصنيف فوربس. طب ايه الحكاية؟ مؤسسة فوربس الشرق الأوسط أصدرت قائمة بتصدرها كل سنة القيادية في عام 23 من 27 جنسية 27 قطاع، بتضم بقى قطاعات مختلفة، البنوك والخدمات والمالية والمعمار والاستثمار والتجزئة والرعاية الصحية وغيرها. كان من بينهم 13 مصرية في 12 مركز من ضمن 100 سيدة. جينا في مصر جت في ترتيب الدول في المرتبة الثانية بعد الإمارات اللي ضمت 15 سيدة، وبعد كده في السعودية والكويت ولبنان وقطر وسلطنة عمان وعدد آخر من الدول. معايير مختلفة بالاختيار في المنطقة والأسواق اللي بتعمل بها، الإنجازات المتحققة، مبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، ودي بقى ده بقى كاتيجوري مهم أو بقى معيار مهم، قصة الاستدامة والأعمال الاجتماعية، حجم الأعمال والإيرادات والأصول والقيم السوقية للشركات اللي هي بتديرها، وطبعا الخبرة المهنية وفترة تولي المنصب. النهاردة بنستضيف ثلاثة من سيدات الأعمال اللي احنا فخورين الحقيقة ان هم موجودين في هذا القطاع. أستاذة راوية لطفي منصور، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة رامسكو للتشييد والمعمار والعمارة. أستاذة باكينام كفافي، العضو المنتدب التنفيذي لمجموعة طاقة عربية. والمهندسة عبير لهيطة، رئيس تنفيذي لشركة اي جي ترانس لخدمات النقل والتجارة. اهلا بيكم يا هوانم، ونبتدي بقى براوية بس نشوف بعض المعلومات عن راوية منصور. بتعملي حاجات كتيرة جدا، وأنا اكتشفت وأنا بقرأ السي في إنك كمان درستي القانون، فدي حاجة مثيرة جدا للاهتمام. وفكرة إن أنت من عائلة من أيام الوالد، يعني طبعا عائلة تقوم على الأعمال والبزنس بمختلف أفرعه، لكن أنت اخترتي سكة تانية خالص يا راوية، إيه اللي خلاكي تختاري ده؟ أنا أول لما ابتديت كنت في الديكور، وكان والدتي كانت هي طبعا معلمتي وملهمتي، وبعدين درست شوية في سوتبيز وكريسيز في انجلترا، ورجعت هنا فتحت الشركة للديكور، وكنا بنعمل منتجات مصرية وأساس، وكنا عضو في تحديث الصناعة. وبعد ما اشتغلت في مجال الديكور كان الكلام ده في تقريبا 2007 و2008، لقيت ان مش ده، خصوصا بعد لما ارتفعت اسعار البترول، والدول اللي زي مصر والاردن كان عندنا مشكله في الامن الغذائي، فكان حصل وقتها مشاكل. قرأت كتير عن المخلفات الزراعية ولقيت، فكنت بدور على يعني عن التنمية المستدامة، وكنت بشوف ايه هي ازاي ممكن ناخد المخلفات الزراعية اللي موجودة في مصر ونستفيد بيها. وفعلا رحت في العقد الاجتماعي، كنت في العقد الاجتماعي مع مجلس الوزراء، وعملنا دراسات عن المخلفات الزراعية، ولقيت ان هي ممكن تبقى طاقة متجددة عن طريق البيوجاز او تبقى فيرتلايزرز، واخدت الشق. لكن والدي بيقول لي اهم حاجة الغذاء الصحي والامن الغذائي، فقلت هو ده الشق اللي انا يعني هتخصص فيه، وسبت الديكور ساعتها بعد ما بنيت قصور وبتاع. لقيت ان ربنا خلقني يعني ان انا ارجع تاني للمجتمع واشوف ازاي حلول للفقر. فانت دلوقتي اهتمامك الاساسي
هو بهذا الشق اللي هو الامن الغذائي والتنميه المستدامه. فكل ما بقيت اقرا زياده عن التنميه المستدامه، التنميه المستدامه الهدف منها هو النمو الاقتصادي والنمو والحفاظ على البيئه وكمان الاهتمام بالمجتمع. فبالنسبه لي بقى مش 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 الهدف، انا ما اخترتش عشان انا عدد مثلا الفلوس اللي بترجع لي، لا انا زي كدست بقالي 15 سنه حياتي ان انا اعمل بحوث في الزراعه بحيث ان انا اقدر اعمل غذاء امن ويبقى مش مكلف، وان انا ازاي اعمل سبستيوت للاسمده الكيماويه خصوصا بعد حرب اوكرانيا وعدم ان الاسعار طلعت، فقدرت اعمل بديل لهذه الاسمده الكيماويه وعن طريق اعاده تدوير المخلفات. فابتديت اقرا على البيئه، فحصل عندي زي شغف ان انا عايزه ازاي احل الفقر، فلقيت ان فعلا عن طريق التنميه المستدامه، وابتديت ابقى زي انفايرمنتال اكتيفست وقتها، كل ما ناشطه بيئيه كل ما اتكلم على البيئه كانوا يقولوا لي ده البيئه تاني، بس هي البيئه هو زي اكنه الفقر والبيئه يعني سيئه زي اتنين كوينز يعني وشين لماك. فراويه منصور اللي معروفه في المجتمع كله بانها واحده من اهم يعني فناني الديكور حتى يعني، والناس المهتمية بالمعمار وفن الديكور اهتمت أكتر دلوقتي بالتنمية المستدامة والجرين ايكونومي. يعني أنا سبت الديكور خلاص؟ لا سبت الديكور بعمله لنفسي، ولكن إن شاء الله هعمله تاني لما نبتدي نعمل اللي هي الكرة البيئية الصفرية، يعني بنعيد تدوير كل حاجة وهنعمل المباني الخضراء. وقدرت اعمل الحمد لله مع محرم بخوم مع انكوريج ان احنا بنحاول نعمل قريه بيئيه صفريه. طب هرجع لك تاني، بس خلينا نشوف هذه المعلومات عن باكينام كفافي العضو المنتدب التنفيذي لطاقه عربيه. باكينام طاقة عربية واحدة من شركات مجموعة القلعة، وزي ما أنا بقرأ دلوقتي أنت مسؤولة عن تزويد أكتر من مليون منزل ومتجر بالغاز الطبيعي، يعني آلاف الموظفين. أولا خليني أسألك، فوربز أو أن أنت مش أول مرة تكوني في تصنيف رابع مرة، وراوية برضو أنت مش أول مرة، تاني مرة. بالنسبة لك موضوع فوربز ده موضوع لطيف بيدي كده دفع للامام؟ اكيد اكيد، لما يبقى الواحد عنده ريكوجنيشن والواحد يحس ان هو بيتقدر، والحقيقه الاحساس بيبقى اجمل، لان انا فوربس زي ما حضرتك قلتي مش على البني ادم بس، هو نجاحاته ونجاحات شركته وتقييم الشركه، فبالتالي انا ببقى سعيده لان هو اكن التصنيف ده جه ل 3400 موظف. 3400 موظف نجحوا انهم الشركة أنشئت في 2006 إن إحنا نبقى أكبر شركة وطنية قطاع خاص في مصر لتوزيع الطاقة، ندي خدمات متكاملة للعملاء بتوعنا، بنقدر إن إحنا نوصل لكل مصانع زراعة تجارة منازل، وبنقدر ندي حاجات بأحدث التكنولوجيا، ودايما عندنا المرونة إن إحنا نتغير ونقدر إن إحنا نكبر ونتوسع. أنتوا هنا بتوصلوا الغاز الطبيعي ولا بتعملوا؟ أنا طاقة عبارة عن طاقة غاز وطاقة للكهرباء وطاقة للمياه تحلية المياه وطاقة للبترول وطاقة سيرفيس.
طاقة للغاز احنا عندنا دلوقتي 1,700,000 عميل، وان شاء الله السنة دي بنعمل 150,000 عميل، منهم 45,000 عميل حياة كريمة. ودي من الحاجات اللي كنت حباها جدا ان احنا دخلنا في البروجرام بتاع حياة كريمة، لان قد ايه احساس كويس انك تدخلي القرى وتوصلي لهم وتشيلي الانبوبة، تشيلي الانبوبة وتوصلي الغاز، ده احساس رائع. ايوه احساس رائع، وده جزء من مواجهة الفقر اللي بتكلم عنه راوية بالظبط. وبعدين هي الطاقة هي الحياة، هي الطاقة، من غير طاقة ما فيش حياة لكل ربوع جمهورية. فاحنا في الغاز قدرنا نعمل ده، قدرنا ان احنا لما اسعار البترول زادت وفي غاز وكلنا تشجعنا ان احنا نعمل محطات غاز، قدرنا نوصل ل 61 محطه في 3 سنين، وان شاء الله السنه دي نوصل لحاجه و80. فده في الغاز، بس في الكهرباء قدرنا نوصل ب 70% من الطاقه المنتجه من طاقه لطاقه متجدده. وهو واحنا كطاقه ملزمين مع انريا ان احنا 2050 نبقى زيرو، نت زيرو. انت بترأسي مديرة على كم شخص؟ يعني كم واحد بيشتغل معاك؟ يا 3400 موظف، 3400. في كل قطاع فيه عضو منتدب. والحقيقة انا ما بحبش كلمة ان انا ترأس، احنا تيم ورك، احنا فعلا تيم، دريم تيم. قدرنا نوصل الطاقة دي لليفل معين، ولسه عندنا احلام وتوسعات، توسعات في مصر وتوسعات خارج مصر. احنا دلوقتي ان شاء الله اول اوبريشن جولاي جاي في تنزانيا. عندنا خبر قريب على موزمبيق، وعندنا شغل ان شاء الله قريبا نقدر نعمله في السعوديه. طب نشوف بقى ايضا المهندسة عبير لهيطة، رئيس تنفيذي لإيجي ترانس لخدمات النقل والتجارة، برضو ترأسها امرأة. مهندسة عبير صوتها رايح شوية بس إن شاء الله هيطلع دلوقتي. عبير هي شركة عائلية، لكن أعتقد بنك أو كانت شركة عائلية لكن تحولت لشركة عامة، جزء منها مطروح في البورصة، بنك الاستثمار القومي له حصة كبيرة فيها. يعني العمل في شركة عائلية أسهل ولا كنت اشتغلتي بقى لوحدك ولا إيه؟ والله هي شركة عائلية طبعا، بدأت كده من حوالي 50 سنة، يعني السنة دي احنا بنحتفل باليوبيل الذهبي للشركة. 50 سنة. وبقى لها 25 سنة دلوقتي في البورصة. يعني طبعا شركة عائلية بيبقى يمكن الواحد حاسس بمسؤولية كبيرة، بيبقى حاسس ان هو دايما عايز يعني يحيي القيم بتاعة الشركة ويخليها مستمرة. بس ممكن تبقى أسهل، أنا داخل بقى في شركة أهلي وبالتالي ما فيش تحدي كبير، غير لما تكوني داخلة بقى بتثبتي نفسك في مكان صحراء جرداء، يعني ما فيش لحد بيسندك ولا حاجة. أنا أعتقد أن بالنسبة لي أنا كان العكس، كان التحدي كبير قوي قوي، لأن أنا لما دخلت الشركة كانت لسه عائلية، وكان والدي موجود فيها واخويا اللي اكبر مني، انا يعني اصغر من اخواتي بكتير. فوالدي بعد ما توفى اخويا هو اللي مسك الشركه، وهما الاثنين يعني كانوا معروفين يمكن في مصر، كانوا بيعتبروا جهابذ النقل في مصر. وبعدين انا كنت دايما عمري ما شفت نفسي في الدور اللي انا فيه دلوقتي، ما تخيلتش نفسي في يوم من الايام رئيس تنفيذي او اي حاجه زي كده. وبعدين يعني شاءت الأقدار إن أخويا الله يرحمه في 2015 توفى بشكل فجائي جدا، كان شيء مش متوقع. فيعني كان في نوع من أعتقد الثقة
في العيله ان احنا نكمل في اداره الشركه، وكل المساهمين بما فيهم بنك الاستثمار القومي وكل المساهمين الكبار يعني طلبوا مني ان لا لازم ان انا اكمل. فده كان دور يمكن انا ما كنتش مستعده له خالص، حسيت ان انا اترميت كده في البحر. بس برضو دي كام مرة في فوربز يتم اختيارك؟ دي تاني مرة. تاني مرة. دي تاني برضو مرة. احساسك ايه بقصة فوربز؟ لا هو احساس رائع، لانه الواحد بيحس يمكن زي ما باكينام قالت ان هو يعني نوع من الاعتراف بمجهود كبير جدا اتعمل، والمجهود مش مجهودي لوحدي، المجهود مجهود فريق العمل بالكامل. راوية يعني برضو انت من أسرة زي ما انا قلت أسرة بزنس كبيرة، كان ممكن تختاري اي مجال من المجالات اللي هم بيشتغلوا فيها، العربيات، العقار، يعني في مليون مجال عندكم في الأسرة، لكن انت خدتي انت البنت الوحيدة على ما اظن. انا البنت الوحيدة على اربع صبيان. على اربع صبيان. فبالتالي لكن انت خدتي لوحدك كده، روحتي ديكار وبعدين درستي قانون وبعدين دخلتي في الانتاج الزراعي والبيئه وكده، الم يكن من الاسهل انك تروحي تشتغلي في نفس المجالات اللي هم اثبتوا فيها نجاحات كبرى؟ احنا الحمد لله احنا انا واخواتي كل واحد فينا اخد برانش. انا حبيت بقى كست واعمل تشالنج ان انا ابتدي حاجه جديده خالص. فكان بالنسبه لي الاول الديكور، لما جيت هنا القاهره، بعد انا كنت مولوده في اسكندريه، لقيت البيوت ما كانتش جميله، فابتديت ان انا اشتغل في الديكور. فلقيت كل لما انا اعمل ستايل ابص الاقي الستات بتقلده. فكنت يعني في بالنسبه لي ان انا اعمل تشالنج ان انا بقى اجمل البيوت السي كلاس او حياه الاندر مارجنالايزد. فكان بالنسبه لي ده يعني شيء عظيم. قلت اكيد ربنا مش خالقني بس عشان اجمل بيوت وابني قصور وكده، اكيد في حاجه اهم، خصوصا ان ولادي كانوا كبروا، في حاجه انا بالنسبه لي بتديني، لان والدي الله يرحمه كان راجل خير جدا طبعا، كان دايما يهتم استاذ لطفي منصور ده يعني ايقونه من ايقونات العمل، مش بس البيزنس ولكن العمل الخيري ايضا. هو كان انسان، اولا كان انسان مؤمن جدا الله يرحمه، وكان انسان يعني كان انا الداده اللي ربتني سميره كان لما تجيب له الشاي وهو بيصلي كان يوم يقف ويبوس ايديها وياخد منها الشاي ويشربه. فعندنا الاحترام لاي واحد ده اهم حاجه، ودي حاجه لازم نعلمها لاولادنا برضه. ده غير ان هو طبعا لطفي منصور من الناس اللي اتأمموا بعد الثوره، ولكن قدر ان هو يرجع، وقدرت الاسره كلها قدرت انها تبني مؤسسه اقتصاديه وطنيه، قطاع خاص ولكن كبيره، حتى بعد التاميم. هو ده بيبقى فكره انك تواجه التحدي وتكمل. اعتقد دي من الحاجات برضو اللي هو ورثها لكم. هو علمنا ان يعني كان دايما بيقول ما دام ما اخدوش مخي يبقى يعني انا ما دام مخي بيشتغل لازم دايما يبقى في طرق للنجاح والتشالنج. ان والدتي كان معلمانا برضو الصبر والتشالنج، وان احنا كعيله نبقى دايما مهما يحصل متمسكين. هل عمركم حسيتوا بالازمه، بفكره انه يبقى في ازمه في الحياه؟ طبعا كان في ازمه. انا اخواتي لما كانوا بره، انا كان عندي مثلا 7 سنين وكانت قامت وقتها الحرب 63، وصحابي قعدوا يقولوا لي اخواتك هيعملوا ايه بره. كان اخويا بيشتغل في 67 في 67 كان بيشتغل في يعني بيخدم في الريستورانات، واحنا كان لما تأممنا وكان علينا الحراسه كانوا بيدوا لنا بس 70 جنيه. انا كنت لما مثلا اشم ريحه التفاح في البيت زمان كنت اشمه من تحت، احنا كنا ساكنين في فيلا، اقول له النهارده عندنا تفاح، ما كنتش هصدق. فطبعا هو دايما الواحد بيعدي في ازمات، وهي دي اللي بتعمل الرجال، وهي دي اللي يعني لازم نعلم اولادنا ان مش كل حاجه الماده. فكان بالنسبه لي والدي كان راجل خير، علمني ان لازم نحس بالفقير قبل ما نحس بالغني، فهو ده يمكن ده سر نجاحنا. هرجع لك عشان عايزه اسمع حكايه برضو لما روحتي تعملي تطوير الخارجيه. أيوة. مبنى الخارجيه، وهنا انت طورتي مبنى الخارجيه انه اللي هي في التحرير ولا في لا المبنى الخارجيه اللي هو القصر اللي كان بيقولوا بتاع عائشه فهمي اللي هو قدام اسوده قصر النيل. هرجع لك تاني بس باكينام، عمل في قطاع البترول والطاقه عموما هو عمل مسيطر عليه كاملا من الرجال،
يعني عمرك على فكرة مش في مصر بس، دايما لما تسمعي بره بتسمعي انه هذا عمل كلهم معظمهم مديرين تنفيذيين كبار من الرجال. كيف قبلتي في هذا العمل؟ يعني قدرتي تترقي ازاي وتوصلي ازاي واللي حواليكي؟ احنا برضو في مجتمع مش دايما بينظر للمرأة نظرة عظيمة، يعني حتى لو كانوا دايما بيقولوا ان هم بيدعموها، بس دايما كده في نظرة كده فيها تشككية كده، فيها شكوك. بصي يا لميس، انا بالنسبه لي لما ابتديت شغلي ما ابتديتش في قطاع الطاقه، ابتديت في الاول في قطاع الاستثمار، وانا كنت بشتغل في اي اف جي ماس في الانفستمنت بانكينج 9 سنين في حياتي في الاول. وانا في الفتره دي انا كنت لاقي، لان الشركه اللي انا كنت بشتغل فيها المديرين فيها ما كانوش بيفرقوا ما بين بنت ولا ست وراجل، والفرق كله في الكفاءه ومين اللي بيشتغل احسن، مين اللي بيؤدي اكتر، مين اللي عنده افكار احسن. فده كان كده. لما انا دخلت قطاع الطاقه كنت دخلته وانا في يعني تقريبا 30 سنه، فكنت على بوزيشن وكنت مسكت في قطاع الاستثمار جوه قطاع الطاقه، فكنت انا اكتر حد بقدر ادي فيه وفاهمه فيه وقدرت ان انا اشتغل فيه اكتر، لحد ما قدرت ان انا بالترقيات ان انا اوصل لده. الحقيقه برضو في الشركات اللي انا دخلت فيها كانت المديرين والرجال اللي فيها كانوا بالنسبه لهم الست ما تفرقش عن الراجل حاجه في الشغل. هاويفر احنا عندنا اللي تحتيكي، وهو على فكره هو مش بس اللي فوقيكي، هو اللي فوقيكي واللي تحتيكي، انت لازم تكتسبي احترام اللي تحتيكي واللي فوقيك. انا بشوف ان عشان حد يحترمك ويقدرك ويقدر يفهم انت انك انت لازم تكوني بتشتغلي كويس قوي، وبتبيني قد ايه انت ليكي افكار وليكي شغل وبتقدري تعملي ايه وبيبان. فحتى لو في حد بيبقى عنده الداوت ده، وانا حصلت لي كذا مره، اكيد حصلت لي كذا مره. يعني انا فاكره ان اول ما اتعينت كرئيس تنفيذي للشركه، السي او بتاع الشركه، كان في حد بدون ذكر اسامي لحد ده معايا لحد دلوقتي وبنشتغل كويس جدا مع بعض، شككني وقالها لي في وش شكك ان انا ممكن ابقى قادره ان انا امسك المنصب كست ده. كست يعني ولا لا؟ مش كست، وليه الانفستمنت هو اللي يمسك، وعارفه حضرتك الطاقه في الاول عايزين مهندسين ويبقى مهندسه بترول، لازم نجيب مهندس بترول. انا رديت رد واحد بس، قلت طب يعني انا شايفه ان انا طول عمري ناجحه في حياتي، واي منصب انا خدته قدرت اثبت نفسي فيه، نشوف ديني سنه ما تحكمش من دلوقتي، عشان انت لو حكمت دلوقتي هيقولوا عليك ان انت مش عاوز تشتغل معاها عشان خاطر هي ست. استنى بعد كده هيبان والله انا لو مش كويسه. وفعلا بقينا دلوقتي من يعني اكتر ناس بيشتغل مع بعض، وهو الحقيقه ما كانش فيه. وبعدين انا التشيرمان اللي كان معانا في الشركه اللي هو كان ساعتها هو السي او اللي هو باشمهندس خالد ابو بكر، برده كان شايف ان انا اصلح للمكانه دي، والشير هولدرز اللي هو زي ما قلتي اتفضلتي دكتور احمد هيكل برضو هي بيليفز. بس هو الاثنين داعمين جدا للمراه يعني بالزبط. فانا كنت لاقي في الحته دي هم داعمين جدا خالد واحمد الاثنين. يعني انا من ناحيتي انا اللي دايما كانوا فوقيه ما كانش عندي مشكله معاهم، لان هم بالنسبه لهم الشغل ومين الاحسن ومين الافضل. اللي تحت كنت بواجه الحاجات دي لما كنت بشتغل مع مؤسسات تانية، كان ما بتدخلي ميتنج وكده كان بيبقى فيه بس يعني القوة بقى، وانك تثبتي انك قوية وتقعدي كده وتتكلمي بعد شوية اللي قدامك ده بيفهم ان ايه، بيقتنع بيكي. عبير، هل الست يعني انت جاية بعد والد ثم اخ، هل الست في مجال قيادة متقدم بتضطر تشتغل أضعاف عمل الرجل لكي تثبت للجميع، خاصة في موظفين وإدارات وسيطة، وانت بقى بتتكلمي في بورصة وبتتكلمي في بنك استثمار يعني حكومة، بتضطر تعمل أضعاف وقت وأضعاف مجهود الرجل للإثبات يعني؟ أنا عايز أقول بس حاجة، إن أنا كمان بعمل زي باكينام في مجال اللي هو مجال النقل اللي يعتبر مجال ذكوري جدا طبعا. فأنا بالنسبة لي وشحنات ونقل عامل إزاي يعني من أول السواقين لحد اللوجيستكس الكبيرة يعني. إحنا كمان بننقل حاجات اللي هي ضخمة جدا بتاعة المشروعات زي مراوح الرياح وحاجات كبيرة جدا. أنا أعتقد أنه المشكلة اللي بتقابل ستات كتير، وأنا شخصياً قابلتني،
ان ممكن يبقى في كتير حواليكي يمكن بيشككوا فيكي، بس ساعات اكتر حد بيشكك فيكي بيبقى نفسك. يعني لازم الواحد يخلي عنده يعني احساس، وانا يعني اعتقد ان ده انا اكتسبته مع الوقت، انه انا ممكن اكون ما اعرفش كل حاجه، انا ممكن اكون مش كل حاجه باوجدها، بس ده مش ضروري. انا الاهم شيء ان انا الم حواليا ناس ممكن يكونوا بيفهموا اكتر مني واشطر مني، وامكنهم ان هم يقدروا يعني ينتجوا ويساعدوني ان احنا نتنقل في نقله مختلفه، ويعني اتعامل كاني عندي ثقه لحد ما اكتسب الثقه. راويه احكي لي قصه وزاره الخارجيه. انا عارفه انك دخلتي عشان تطوري شكل وزاره الخارجيه، ده احنا بنتكلم في القصر اللي هو القديم اللي كان في التحرير، لقيتي ايه؟ والله كانت عمليه صعبه جدا، لان كنت انا كان السيده هدى ماهر ايام الوزير الله يرحمه علي ماهر كان طلبت مني ان انا اساعدها في ان احنا نعمل اعاده يعني ديكور المبنى ده. فالمبنى ده ما كانش فيه اي الاساس، كان كله في وزاره الخارجيه اللي هي قدام النيل، المبنى العالي فماسبيرو. فكان صعب قوي ان هم يتخذوا قرار، خصوصا كان النقله ما بين معالي الوزير الله يرحمه علي ماهر واحمد ابو الغيط. فانا وقتها لما توفى علي ماهر كلمت احمد ابو الغيط، ما كنتش اعرفه، قالوا لي لا احنا خلاص هنشوف حد تاني يعمل. انا كان يهمني ان ترجع مصر في رونقها، ترجع، لان القصر ده كان فيه السكرتير بتاعه الخديوي اسماعيل مثلا، وكنت رحت في كل المكاتب عشان نلاقي الفرش بتاعه الاصلي. فكلمت الاستاذ، كلمت الوزير احمد ابو الغيط، قلت له انا عملت دراسات ودلوقتي بيقولوا لي، وانا ما كنتش يعني تقريبا اخذت 60,000 وقتها ان انا اعيد تدوير كل المبنى، يعني كان رقم صغير جدا. فقال لي تعالي قابليني، فروحت قابلته في القصر، قالوا لي لا خلاص احنا مش عايزينك. فروحت قابلته، قال لي لا احنا لازم مصر توري كل العالم ايه هي مصر، وايه المبنى التحفه ده، وايه الحاجات اللي كانت فيه كانتيكات وكده. ففعلا كلمت السيده ليلى ابو الغيط، وقدرنا نعيد ان احنا ناخد كل الاساس ونصلحه في المبنى نفسه عشان ما يحصلش اي حاجه. فجبناه كله في المبنى تحت وعملناه باقل تكلفه، وعدنا كل ويعني عدنا المبنى لرونقه واستقبل فيه الدول العربية. هل لما بتشتغلي بقى في البيئة وبتشتغلي مع الطبقات الأقل دخلا، هنا ما بيبقاش في إحساس طب ما هي جاية من طبقة عالية جدا، مالها هي تفهم إيه في العمل ده؟ بيجيلك الإحساس ده ساعات أو بتواجهي بيه؟ انا بواجه بيه طبعا. انا بعتبر المشروع ده هو الكفاره اللي ربنا جابها لي في حياتي، لاني فعلا ما اقدرش اقول لك انا بعاني. انا كل يوم بصحى الساعه 6 الصبح عشان اشوف ايه المنتجات اللي طلعت، زي بالظبط المزارعه، مع اني انا مش مفروض ان انا اصلا. يعني انت اشرحي لي بتعملي ايه بالظبط؟ هو بالظبط انا من سنه 2009 اخذت ارض في مركز البحوث المصريه، وقلت انا هعمل ابحاث هناك، لاني كنت عرفت اهميه البايوتشار، كنت اول واحده اجرب اللي هو الفحم الاخضر ده في زراعه الصحراء. فمن ساعتها وانا عماله اعمل ابحاث، وكنت قدرت اخد براءات اختراع في الماكينه اللي هي بتعيد تدوير قش الرز، بدل ما احرقوا قش الرز بناخد سرس الرز وبنحطه في الماكينه دي، وبيعمل عن طريق اللاهوائي بتدخليه تاني في الارض، فبتاخدي عليه كمان. يعني دي ممكن تكون الطريقه الجديده اللي تجيب لمصر خير كتير، لان احنا هناخد كاربون كريدتس، لان بدل يعني طبعا كلكم عارفين الكاربون كريدتس، وخصوصا ان احنا دلوقتي عاملين مع الشركات بترو كيماويات، ان دلوقتي بيطلبوا العالم كله فور ذا جرين ايكونومي ان يبقى في شق لشركات الكيماويات اللي بتعمل تلوث، ان يبقى في شق جرين. فاحنا بنحاول نعمل زي بالظبط حياه كريمه، بس بدل ما هي حياه كريمه في المباني وفي تحسين الدلتا، احنا بنحاول نعملها في الصحراء، بحيث ان الدوله يجي لها كاربون كريدتس لما نعمل كره بيئيه صفريه، وفي نفس الوقت يبقى عندك امن غذائي، وبنحاول ننقي كره في الظهير الصحراوي تبقى جنب المناطق السياحيه عشان نقدر يبقى في كمان سياحه بيئيه.
وتمكين المرأة. فهي لو عملنا المشروع بتاع القرية البيئية الصفرية دي هتقدري تعملي 17 هدف بتوع الأمم المتحدة. يبقى عندك كمان أمن غذائي، لأن ما بنستعملش كيماويات، ما بنستعملش مبيدات. يعني التلوث اللي بيحصل من حرق قشر الرز ومن حرق المخلفات، ودي ثروة عندنا. عندنا تقريبا 36 مليون، كان وقت ما عملت الدراسة كان في 2007 و2009، كان عندنا 36 مليون طن مخلفات زراعية. دي بإعادة تدويرها دول اللي يزرعوا 1.5 مليون فدان، ومش هنحتاج أسمدة كيماوية. وممكن الأسمدة الكيماوية الغاز اللي بيطلع ده بدل ما يستعملوه في إن هم ينقلوه لسماد، ممكن يتصدر ويجيب للدولة. شغف راوية بتحكي الحكاية بكم كبير من الحب. يعني أنا عايزة أشوف بلدي أحسن حاجة، ومش عايزة أشوف فقير في بلدي. فهي دي الطريقة، أولا بتعملي أمن يعني غذاء آمن، بتغذيهم يعني بتدي حاجة آمنة ما فيهاش مبيدات بتضر بالصحة، وفي نفس الوقت بتزود. وأهم حاجة في الدول دلوقتي كلها بتحاول تصل إليها هي الأمن الغذائي. يعني موضوع لا يستهان به طبعا. باكينام العيلة والولاد والحياة وسط كل ده والشغل عاملة فيه إزاي؟ انت عندك ولد وبنت؟ عندي ليلى وعمر. ومش كبار لسه صغيرين؟ لا، ليلى يعني اولموست هتم 13 وعمر 9.5. صغير يعني، دول محتاجين اهتمام كبير. بتعملي ايه؟ طب راويه ولادها كبروا خلاص. راويه ولادها، انا عارفه ولادها كبروا، اكيد هي كانت في فتره اولانيه ممكن يبقى عندها وقت تديه للولاد، لكن انت دلوقتي في منصبك ده بتعملي ايه؟ هو يعني هو طبعا الاولويه عندي لاولادي عشان نبقى واضحين، بس هو اتس اول اباوت مانجمنت، يعني الاداره هي اهم حاجه. وكواليتي ولا كوانتيتي؟ يعني انا بعمل ايه؟ بصحى الصبح معاهم الساعه 6:30، اقعد معاهم شويه لحد ما ضرب اليوم بالنسبه لي 6:30. بس راوي بتصحي 6:30 وينزلوا المدرسه، انزل انا اروح شغلي. انا بشتغل الا لو في حاجه ضروره انها تخليني اقعد لحد متاخر، ودي بتحصل كتير. بس في العادي ان انا بروح الساعه 6 7، اقضي بقيه الوقت معاهم لحد ما يناموا. في الويك اند انا جمعه وسبت ببقى تقريبا معاهم، اجازات كلها معاهم. هو مفيش سوبر وومن، هو في ان الواحد ازاي يقدر يشوف اولوياته ويحددها وما يجيش على حاجه لحاجه. واجان انا عندي سبورت سيستم، يعني عندي التيم في الشغل ممكن يسندني لو انا في حاجه ضروري لازم اتواجد مع بنتي. الولاد دول في احنا لسه في سن بقى اللي نروح المدرسه وبيرنتس ميتنج وما اعرفش، بحضرهم. بيبقى اصعب وقت في التاريخ. طب انا هقول لحضرتك، هو مش بس بيرنتس ميتنج، انا في البورد بتاع المدرسه كمان. عندك وقت وتقطان اصلا تبقي في البورد بتاع، هي ناقصه بورد المدرسه كمان. بس انا ليه عايزه ابقى في البورد المدرسه؟ انا الموضوع التعليم وكده برضو حاجه شغف بالنسبه لي، فاحب ان انا افهم الولاد بيدرس لهم ازاي. بس في الاخر انا هقول الكلمه الرئيسيه هي كواليتي ولا كوانتي، ان انا اقدر اقعد معاهم اكتر وقت. بس ممكن اقعد معاهم وقت ساعه في اليوم اهم من الوقت، واعرف بيعملوا ايه في المدرسه، واعرف يومهم ايه، واعرف كل حاجه عنهم. بتبقى الست العامله دي بتبقى صعبه جدا. عبير انت عندك اعتقد بنتين مش كده؟ بس كبروا خلاص 17 و22. لحد كبير معتمدين على نفسهم يعني. برضو كان عندك مشكلة في التوقيت ده، ولا لما بقيتي مديرة خلاص كانوا هم كبروا ولا ايه؟ لا، انا من اول ما ابتديت اشتغل، وانا طبعا الشغل بياخد مني وقت كبير، انما في نفس الوقت بناتي بالنسبة لي هم اهم حاجة في الدنيا، وممكن اسيب اي حاجه عشانهم. ممكن تخلوا الولاد يجوا يشتغلوا معاكوا بقى بعد كده؟ يعني بتجهزوهم لهذا الامر؟ لا، بنتي مش بنتي يعني كل لسه صغيره، كل شويه بحاجه. بس اخر حاجه بنقولها انها عايزه تبقى لوير، محاميه. فمش عارفه هنستمر لده ولا لا. حسب اهتماماتهم هم الشخصيه يعني. راوية حد من الولاد بيجي مهتم بالبيئة ومهتم بالقصص دي ولا لا؟ unfortunately لا، للأسف. كل واحد ليه الحلم بتاعه، فكل ما اقول لهم يقولوا لي لا ده الحلم بتاعك انت تحققيه. طب لما بتقعدي مع اخواتك كده بقى وتقعدي تقولي لهم الحلم بتاعك، بيبصوا لك ازاي؟ ياسين محمد وغيره بيبصوا لك ازاي؟ في الاول كانوا بيبصوا ان انا غريبه، يعني ست بتتكلم في ايدي. بس دلوقتي اقتنعوا.
الحمد لله. حاسوا ان ده هو ده هو ده خلاص، ما محمد ابن اخويا عمل انفينيتي، فخلاص بقى ده. كنت انا كنت كانوا في الاول بيسموني راويه بايوجاز، كانوا كان بيسموكي راويه بايوجاز، اه كانوا بيقلصوا عليا، يقولوا لي انت عامله البطيخه شبه الخيار، كانوا بيقلصوا عليا. بس دلوقتي الكلام اللي كانوا الناس كلها بتقلص عليا بقى هو ده العالم بيتكلم فيه. ايه اللي نفسك تحققيه وقت انتهى؟ ايه اللي نفسك تحققيه؟ ان انا ابني اول قريه صفريه، وفعلا اني اشوف القضاء على الفقر. صفرية يعني زيرو كربون، ما يبقاش فيها يعني كل حاجة يعيد تدويرها، كل حاجة يعاد تدويرها. باكينام، ايه اللي نفسك تحققي؟ نفسي احققه للشركة، ان الشركة تفضل تكبر ونتوسع في افريقيا، ونزود الجرين ونكبر الشركة. وليكي؟ ليا ان ولادي يبقوا كويسين ويكبروا ويحققوا احلامهم، وانا لما هم يبقوا كويسين والشركة تكبر انا هبقى سعيدة. عبير، أنا بالنسبة لي نفسي طبعا أشوف الشركة مكملة 50 سنة تانية، بتكبر برضو وبتتوسع برا مصر، ويعني دايما من الشركات الأوائل اللي بيبصوا على مشاكل النقل وإزاي النقل ممكن يخدم الاقتصاد، وإزاي النقل هو فعلا بيبقى الدينامو اللي يعني بيحرك حاجات كتيرة جدا. وطبعا على المستوى الشخصي أهم حاجة بالنسبة لي أشوف بناتي سعداء، أشوفهم هم كمان يعني يا رب في يوم من الأيام بيكرموا وبيحسوا بالنجاح. أنا عايزة أشكركم وأقول إن أنا فخورة الحقيقة إنه عندنا يعني نماذج مصرية ناجحة. يمكن أنا أعرف راوية من زمان، لكن سعيدة جدا برضو بالنماذج المصرية المهمة اللي هي بتقود العمل. وقيادة العمل دي صعبة، لأنك بتوازن الست بيطلب منها حاجات كتيرة جدا، حياتها وولادها وبيتها، وإنها تكون بتثبت نفسها، وفعلا بتضطر يعني تعمل أضعاف بمجهود خارق عشان تقدر انها تقول انا قادرة على العمل، انا قادرة على التغيير، وهو ده المهم. بشكركم شكرا جزيلا، وبشكركم اعزائي المشاهدين. نتقابل بكرة بإذن الله، وهذه لميس الحديد، تحييكم، تصبحوا على خير.